بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشره امل في هذه الحصه ان شاء الله لدينا اختبار الفصل الاول في ماده الرياضيات السنه الاولى متوسط ساترك لكم في صندوق الوصف رابط لتحميل النموذج للطباعه تجدون ايضا في صندوق الوصف رابط للحصة الخاصة باختبار الفصل الأول مادة الرياضيات مادة الفيزياء السنة الأولى متوسط فما تنسوش الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت والاشتراك في القناة ومشاركة رابط الحصة إذا سنبدأ الآن بحل التمارين لدينا التمرين الأول طلب منا أولا أعطي الكتابة العشرية الموافقة لكل من العددين التاليين لدينا العدد الأول ولدينا العدد الثاني ثم ثانيا طلب منا أكمل باستعمال أحد الرموز رمز المقارنة أصغر أو أكبر إذا لدينا سبعة زائد واحد على عشرة سنقوم بتحويل هذا العدد إلى عدد بالفاصلة الكتابة العشرية هنا لدينا مجموع عدد طبيعي زائد كسر أصغر من الوحدة ماذا سنفعل هنا؟ العدد الطبيعي زائد كسر مادام طلب من الكتابة العشرية عدد بالفاصلة أضع الفاصلة هكذا لدينا هنا الجزء الصحيح وهنا الجزء العشري الجزء الصحيح يا أبطال وهو العدد الطبيعي، لدينا العدد الطبيعي سبعة، نكتبه هكذا، ثم بجانب الفاصلة ماذا لدينا؟ لدينا أول رقم جزء من عشرة، مرتبة أول رقم جزء من عشرة، ثم جزء من مئة، ثم جزء من ألف، جزء من عشرة آلاف وهكذا، لدينا هنا زائد واحد على عشرة، جزء من عشرة، كم من جزء من عشرة؟ واحد فقط. إذا هنا لدينا سبعة فاصلة واحد يكون الحل هكذا لدينا الآن المفكوك النموذجي لهذا العدد الذي سنقوم بالبحث عنه الآن سنكتبه الآن طلب منا عدد عشري نكتب أترك فراغ هكذا لا بأس سأكتب هنا أكتب الفاصل أول لدينا اثنان في مئة زائد ثلاثة في صفر فاصلة واحد زائد أربعة في صفر فاصلة صفر صفر واحد، إذا قلنا لدينا جزء صحيح ولدينا جزء عشري، الجزء الصحيح لدينا عدد طبيعي، الجزء العشري لدينا أول رقم جزء من عشرة مرتبة أول رقم، جزء من عشرة اللي هي يا أبطال. واحد على عشرة، صفر فاصلة واحد. ثم لدينا جزء من مئة، الرقم الثاني، الرقم الثاني، الرقم الأول، الرقم الثالث، لدينا جزء من ألف. إذا، هنا لدينا اثنان في مئة، اثنان في مئة، مئتان، إذا العدد الطبيعي نكتبه في الجزء الصحيح. ثلاثة في صفر فاصلة واحد ثلاثة شوفوا معايا في صفر فاصلة واحد نستطيع كتابة هكذا ثلاثة على عشرة ثلاثة على عشرة قلنا صفر فاصلة واحد سابقا كأننا قمنا بالقسمة على عشرة إذن لدينا ثلاثة على عشرة ثلاثة أجزاء من عشرة إذا أول رقم بجانب الفاصلة لدينا ثلاثة أجزاء من عشرة ثم لدينا زائد أربعة في صفر فاصلة صفر صفر واحد إذا أربعة في صفر فاصلة صفر صفر واحد يعني لدينا أربعة من ألف جزء من ألف لدينا أربعة جزء من مئة لا يوجد إذا لدينا صفة، إذا مئتان فاصلة ثلاثمائة وأربعة، مئتان فاصلة ثلاثمائة وأربعة، طبعا أنتم يا أبطال تتركون هنا فراغ لاباس لكي تستطيعون كتابة العدد هنا، إذا أولا قمنا بإعطاء الكتابة العشرية للعدد الأول والعدد الثاني. ثانيا سنقارن بين العددين الآن في كل حال. هنا لدينا أربعة وثلاثون فاصلة صفر واحد وهنا لدينا واحد وثلاثون فاصلة مئة وتسعة وتسعون. لدينا عدد بالفاصلة ولدينا عدد بالفاصلة. إذا دام لدينا عدد عشر سأحدد الجزء الصحيح في كل عدد ما جاء على يسار الفاصلة. لدينا أربعة وثلاثون. واحد وثلاثون ماذا نلاحظ؟ الجزئان الصحيحان مختلفان هل هما متساويان؟ لا إذا أربعة وثلاثون أكبر أو أصغر أو يساوي واحد وثلاثون أربعة وثلاثون أكبر من واحد وثلاثون وما نشوفش خلاص للجزء العاشري مدام الأجزاء الصحيحة مختلفة نقارن بينهما مباشرة إذا لدينا أكبر يصبح العدد الأكبر أربعة وثلاثون فاصلة صفر واحد وهو العدد الأكبر الأ... إذا الآن سنقارن بين العددين نضع رمز المقارنة أصغر أو أكبر أو يساوي لدينا واحد زائد واحد على مئة والعدد الثاني واحد فاصلة صفر واحد لاحظوا هذا العدد مكتوب بهذا الشكل وهذا العدد مكتوب على شكل مجموع عدد طبيعي زائد كسر أصغر من الوحدة إذا لازم يكون عندي بنفس الشكل العددان يكونوا بنفس الشكل، إذا ماذا سنفعل يا أبطال؟ نحاول كتابة هذا العدد على شكل عدد بالفاصلة، قلنا لدينا واحد زائد واحد على مئة، عدد طبيعي وهو واحد يعني هو اللي يجي في الجزء الصحيح، ثم أضع الفاصلة، هل لدينا جزء من عشرة؟ ما عنديش، لدينا جزء من مئة، واحد، إذا جزء من عشرة. لدينا صفر جزء من مئة لدينا واحد واحد فاصلة صفر واحد واحد فاصلة صفر واحد وهنا لدينا واحد فاصلة صفر واحد العددان متساويان يعني إذا أضع رمز المقارنة هكذا يساوي مفهوم الآن مئة ولدينا مئة سأحدد الجزء الصحيح في كل عدد مئة يساوي مئة وثلاثة وعشرون. الجزءان الصحيحان متساويان يعني. أول رقم بجانب الفاصلة جزء من عشرة هنا جزء من عشرة لدينا اثنان ولدينا صفر اثنان أكبر أو أصغر من صفر اثنان أكبر من صفر إذن مباشرة أضع رمز المقارنة هكذا، إذا هذا فيما يخص حل التمرين الأول. إذا الآن التمرين الثاني لتكن الأعداد A B C D طلب منا أولا أكتب العدد سي على شكل كتابة كسرية رقم اثنان أحصر العدد بي بين عددين طبيعيين متتاليين أولا العدد سي على شكل كتابة كسرية لدينا العدد سي يساوي سبعة وستون فاصلة صفر تسعة وعشرون كتابة كسرية يا أبطال لدينا خط الكسر ولدينا البسط والمقام في المقام ماذا سنكتب؟ أولا سنقوم بعد الأرقام التي جاءت على يمين الفاصلة، لدينا رقم واحد اثنان ثلاثة، في المقام إذا سأكتب صفر واحد اثنان ثلاثة، على حسب عدد الأرقام التي جاءت على يمين الفاصلة، ثم أكتب واحد هكذا، البسط هنا سنكتب هذا العدد كما هو وأنزع منه الفاصلة ستة سبعة. صفر اثنان تسعه ثم طلب منا احصر العدد ب بي بين عددين طبيعيين متتاليين لدينا العدد ب واحد وعشرون فاصله تسعه وعشرون عندما يقول لنا حصر يعني نضع رمز المقارنه هكذا بين عددين طبيعيين متتاليين نركز على الجزء الصحيح لدينا واحد وعشرون. في هذه الجهة نكتب واحد وعشرون. بين عددين طبيعيين متتاليين، العدد اللي يجي بعد واحد وعشرون مباشرة ما هو؟ لدينا اثنان وعشرون. إذا لدينا عدد طبيعي ولدينا عدد طبيعي. ثم طلب من ثالثا أعطي الكتابة العشرية للعدد دي ولدينا دي يساوي تسعمائة وتسعة وستون على عشر تسعمائة وتسعة وستون على عشر إذا ماذا سنفعل يا أبطال سنكتب هكذا يعني سننتقل من الكتابة الكسرية إلى الكتابة العشرية لدينا كسر عشري إذا أكتب ما جاء في البسط كما هو تسعة ستة بعد ذلك في المقام لدينا عشرة كم من صفر مكتوب لدينا صفر واحد فقط على اليمين أخذ رقم واحد فقط نأخذ رقم واحد هكذا وأضع الفاصلة ستة وتسعون فاصلة تسعة رابعا أعطي رتبة مقدار الفرق دي ناقص أ ناقص بي دي وش عندي هل نكتب هذا العدد على شكل كتابة كسرية أم على شكل كتابة عشرية؟ إذا لدينا دي ناقص أ ناقص ب، دي واش هي؟ طبعا نختار الكتابة العشرية، لدينا ستة وتسعون فاصلة تسعة، ناقص أ واش هي؟ عندي سبعة وستون فاصلة. تسعة وعشرون ناقص بي لدينا واحد وعشرون فاصلة تسعة وعشرون رتبة مقدار ماذا سنفعل يا أبطال سنبحث عن رتبة مقدار العدد الأول سنبحث عن رتبة مقدار العدد الثاني رتبة مقدار العدد الثالث ونحسب نضع ناقص هكذا أولاً ستة وتسعون فاصلة تسعة، هذا العدد قريب من نبحث عن عدد قريب منه، وهذا العدد يا أبطال من الأفضل ما يكونش بالفاصلة، من- ما يكونش بالفاصلة هكذا لتسهيل الحساب، إذا هنا لإيجاد رتبة مقدار أي عدد عشري ماذا سنفعل؟ سنركز على الجزء الصحيح فقط في العدد، لدينا في الجزء الصحيح ستة وتسعون وحدات عشرات، إذا هنا. ماذا ستفعلون؟ ستقومون بحصر هذا العدد بين عشرتين متتاليتين إذن ستة وتسعون هكذا نحصره لدينا قبله تسعون تسعون زائد عشرة لدينا مئة إذن ستة وتسعون قريب من تسعين أم مئة؟ قريب من مئة إذن رتبة مقدار العدد الأول لدينا مئة أكتبوا مية هكذا سبعة وستون فاصلة تسعة وعشرون لدينا سبعة وستون سبعة وستون أقوم بحصره بين عشرتين علاش قلت عشرتين يعني عندي وحدة ومن بعد عشرات فقط سبعة وستون هكذا لدينا هنا ستون وهنا سبعون قريب من السبعون إذا ناقص سبعون هكذا ثم لدينا واحد وعشرون فاصلة تسعة وعشرون، واحد وعشرون بين عشرتين، لدينا عشرون ولدينا ثلاثون، إذا واحد وعشرون قريب من عشرين أم ثلاثين؟ قريب من عشرين، إذا لدينا عشرين هكذا. بعدما وجدنا رتبة مقدار كل حد أو كل أحد إذا هنا سنحسب مئة ناقص سبعون، مئة ناقص سبعون لدينا يساوي كم؟ يساوي ثلاثون، ثلاثون ناقص عشرون لدينا عشرة، هكذا تكون إجابتي صحيحة. هنا يا أبطال عشر يعني عندما نقوم بالحساب ستة وتسعون فاصلة تسعة ناقص سبعة وستون فاصلة تسعة وعشرون ناقص واحد وعشرون فاصلة تسعة وعشرون سنجد هذا الناتج قريب من عشرة إذا هذا فيما يخص حل التمرين الثاني إذا الآن التمرين الثالث حول الهندسة إذا هنا يجب على التلميذ أن يستعمل الأدوات الهندسية المدوار المسطرة والكوس طلب منا أرسم قطعة مستقيمة أ طولها ستة سنتيمتر ثم عين النقطة أ منتصفها أنشئ المستقيم دلتا العمودي على القطعة المستقيمة أ في النقطة أ نجد هكذا قوس من هنا وقوس من هنا هذا المثلث نقرا يا ابطال المستقيم دلتا مفهوم رسم قطعة مستقيمة يعني عندها النقطة الأولى طرف الأول وعندها الطرف الثاني طرف الأول أ طرف الثاني ب المسافة بين النقطتين لدينا ستة سنتيمتر إذا لرسم القطعة المستقيمة نعين أولا النقطة أ ثم بالمسطرة يا أبطال نضع عند النقطة أ هكذا المسطرة تكون لازم المسافة بين النقطة أ والنقطة الثانية ستة سنتيمتر نعين النقطة ب هنا بعد ذلك نعين أم منتصف القطعة أبي لدينا الطريقة الأولى والطريقة الثانية لتعيين المنتصف الطريقة الأولى واللي تعودنا عليها وتعلمناها في الابتدائية نصف ستة ما هو نصف ستة ثلاثة أحضر المسطرة هكذا نشوف عند ثلاثة وأعينوا النقطة أم المنتصف هذا بالنسبة للطريقة الأولى الطريقة الثانية لتعيين المنتصف باستعمال المدور أقوم بفتح المدور على حسب طول القطعة AB أقوم بفتح المدور على حسب طول القطعة AB هكذا بعد ذلك أضع إبرة المدور عند النقطة أ ونرسم القوس الأول، أضع النقطة الإبرة إبرة المدور عند النقطة ب وأرسم القوس الثاني، إذا هكذا يكون الرسم، ثم نعيد بنفس الطريقة هنا في الجهة الأولى، في الجهة الثانية أضع إبرة المدور نرسم القوس الأول، أضع إبرة المدور نرسم القوس الثاني. هكذا قمت برسم القوس الاول والثاني ثم بعد ذلك شوفوا هنا عندي نقطه التقاء القوس الاول مع الثاني هنا ولدينا ايضا هذه النقطه هنا يحب التلميذ يضع المسطره هكذا يرسم المستقيم شوفوا معايا المسطره تكون تلامس النقطة هنا حافة المسطرة تكون تلامس هذه النقطة حافة المسطرة تكون تلامس هذه المسطرة نرسم المستقيم هذا المستقيم راه يقطع القطعة آبي في المنتصف إذا هذا فيما يخص الطريقة الثانية لدينا النقطة آ بعد ذلك أنشئ المستقيم دلتا العمودي على آبي في النقطة آ عندما نقول عمودي يشكلان زاوية قائمة أحسنتم إذا هنا المستقيم العمودي سنستعمل الأدوات الهندسية نستعمل ماذا يا أبطال؟ نستعمل الكوس الآن كيف سنضع الكوس؟ لدينا رأس الزاوية القائمة الضلع الأول الضلع الثاني للزاوية القائمة أضع رأس الزاوية على النقطة أم الضلع الأول هكذا الضلع الأول للزاوية القائمة الضلع الثاني أرسم النصف الأول للمستقيم في الجهة الأولى ثم أمدد في المستقيم قمنا برسم المستقيم باستعمال الكوس لدينا المستقيم دلتا قلنا يعامد نضعه هكذا عين النقطه ان من المستقيم دلتا حيث ام ان تساوي ثلاثه سنتيمتر المسافه بين ام وان لدينا ثلاثه سنتيمتر يعني اما ان اقوم بتعيين النقطه ان هنا في الاعلى او اقوم بتعيينها في الاسفل المهم تكون المسافه بين ام وان ثلاثه سنتيمتر لدينا صفر عند النقطه ان النقطه ان ستكون هنا طلب منا أنشئ المستقيم آل العمودي على المستقيم دلتا في النقطة آل المستقيم الذي يكون على عمودي على المستقيم دلتا في النقطة آل أضع رأس الزاوية القائمة عند النقطة آل إذن هذا المستقيم الذي سارسمه هكذا يعامد المستقيم دلتا يشكلان زاويه قائمه اذا بنفس الطريقه ارسم النصف الاول للمستقيم ثم نكمل رسم المستقيم في الجهه المقابله لدينا المستقيم ال اذا الان السؤال الاول ما هو الوضع النسبي للمستقيمين ال وآبي عل عندما يقول لي يا ابطال الوضع النسبي متوازيان متعامدان ماذا نقول مع التعليل لاحظوا معي هنا لدينا المستقيم ان آه هنا لدينا المستقيم ابي آه لكن يا معلمتي ما هو مرسوم لدينا قطعه مستقيمة والقطعة عندها الطرف الأول وعندها الطرف الثاني وأنت قلتي لنا سابقا المستقيم ما عندهش نقطة بداية ونقطة نهاية إذا هنا أين هو المستقيم أبي؟ المستقيم أبي يا أبطال يكون يشمل نقطتين إذا كان عندكم قطعة مستقيمة هكذا وقطعة نسميها مثلا أبي المستقيم الذي يشمل النقطتين بينه فقط هكذا. إذا هذا هو المستقيم أ ب باش نكونوا واضحين فقط، كانت عندكم قطعة مستقيمة هنا بينت لكم عندي هذا هو كامل المستقيم الذي يشمل النقطتين أ و بي ويشمل أيضا النقطة أ. الوضع النسبي الآن للمستقيم أ ب والمستقيم أ، نقول ماذا يعني؟ كما تلاحظون لدينا المستقيم أ بي يعامد المستقيم دلتا مفهوم لدينا المستقيم L آل يعامد المستقيم دلتا عندي هنا الزاوية قائمة وهنا الزاوية قائمة إذا المستقيمان يعامدان نفس المستقيم يعامدان نفس المستقيم ماذا نقول هنا المستقيمان يعني متوازيان وذلك حسب الخاصيه قال لنا علل اولا نكتب المستقيم ابي يوازي المستقيم ال وعلاش قلت هذا ماذا لدينا لدينا المستقيم دلتا يعامد المستقيم ابي والمستقيم دلتا يعامد المستقيم ال اذا ابي يوازي ال يعامدان نفس المستقيم اذا هنا حسب الخاصيه ابي يوازي ال ويكون هكذا التعليل بعد ذلك أنشئ الدائرة سي التي مركزها النقطة ب ونصف قطرها آم بي، نصف قطرها آم بي، يعني هنا نصف القطر، كم يا أبطال يساوي؟ عندي هذه كامل ستة سنتيمتر، يعني آم بي ثلاثة سنتيمتر، التي مركزها النقطة بي، أفتح المدور على حسب طول أ بي آم عفوا هكذا، ثم نرسم الدائرة لدينا الدائرة C نكتب هكذا هذا ما نوع المثلث M N B هنا يعني المثلث ما ظهر معنا إذا بقي الضلع الثالث الخطوة الأخيرة الآن يا أبطال صل بين النقطتين أولا ومن بعد هنا نحدد ما نوع المثلث ماذا نلاحظ؟ لدينا هنا زاوية قائمة، إذاً هنا ماذا نستنتج؟ المثلث آم بي آن مثلث قائم، أيضاً نصف القطر آم بي يساوي كم؟ يساوي ثلاثة سنتيمتر، قال لنا المسافة بين آم وآن كم؟ ثلاثة سنتيمتر، يعني الطول آم بي يساوي آم آن، إذا ثلاثة سنتيمتر. ثلاثة سنتيمتر. ماذا نقول هنا عن المثلث؟ المثلث آم إن بي مثلث قائم ومتساوي الساقين. ثم طلب منا عين النقطة آش من المستقيم أل حيث آش إن تساوي خمسة سنتيمتر. المسافة بين النقطتين كم؟ خمسة سنتيمتر. نعين النقطة آش هنا. على هذا المستقيم لكن المسافة بينها وبين النقطة ان تساوي خمسة سنتيمتر نعينها في هذا الجهة او في هذا الجهة لم يحدد اذا المسافة خمسة سنتيمتر هكذا هنا ستكون النقطة عشان نحب نعينها هنا يا ابطال او اضع المسطرة هكذا أعينها هنا عادي أيضا بعد قمنا بتعيين النقطة أنشئ المستقيم دي العمودي على ال في النقطة H والذي يقطع المستقيم AB في النقطة K آه مستقيم عمودي على مستقيم آخر سنستعمل الكوس نضع رأس الزاوية عند النقطة H نرسم النصف الاول ثم للمستقيم ثم نمدد فيه اذا هذا هو المستقيم دي نكتب هذا يقطع المستقيم ا ب في النقطه ك هكذا ايضا هنا لدينا المستقيم دي يعامد المستقيم ال آه ثالثا ما نوع الرباعي ام ان اش ام ان اش هذا الرباعي يا ابطال رباعي راه عنده اربعه اضلاع نوع الرباعي ما هو يا ابطال اولا لدينا المستقيم ا قلنا يوازي المستقيم ان آل يعني المسافه بينهما ثابت البعد ثابت، نرى عندي المسافة ثلاثة سنتيمتر، وهنا لدينا المسافة ثلاثة سنتيمتر، مفهوم، هنا لدينا زاوية قائمة، وهنا زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة، هنا لدينا زاوية قائمة، إذا هذا المستقيم، المستقيم دي يعامل المستقيم آل. ولدينا هل هو يعامد المستقيم ا ب نعم او لا اذا المستقيمان متوازيان المستقيمان متوازيان اذا المستقيم دي يعامد المستقيم الاول ويعامد المستقيم الثاني اذا هنا لدينا اربع زوايا قائمه الضلعان متقايسان نشوف هنا هذا الضلع وهذا الضلع هل لهما نفس الطول أم لا؟ هنا كيفاش نعرف لهما نفس الطول أم لا؟ عندي المستقيم دلتا وش هي وضعيته مع المستقيم دي؟ هنا متوازية إذا كان نعم يعني المسافة بينهما ثابتة يعني الطول أش آن يساوي أم كا المستقيم دلتا يعامد المستقيم AB. المستقيم دي يعامد المستقيم AB. ب اذن ماذا نستنتج دلتا يوازي دي اذن هنا يعني المسافه بينهما ثابته يعني اش ان يساوي هذا الطول كامل ام ك مفهوم يا أبطال ماذا نستنتج الآن المربع أو الرباعي عفوا الرباعي أم أن أشكا مستطيل الآن رابعا أكمل الفراغ بأحد الرموز لدينا يساوي يوازي يعامد تنتمي لا تنتمي لدينا أم بي أم آ هنا لما نتحدث يا أبطال عن الأطوال لدينا أم بي وأم آ إذن هنا ام بي الطول ام بي يساوي ام ا لان النقطه ام راهي منتصف القطعه ام ا لدينا المستقيم ال والمستقيم ا بي قلنا متوازيان رمز المقارنه هكذا النقطه ان بالنسبه هنا للدائره سي النقطه ان بالنسبه للدائره C هل تنتمي الى الدائره C؟ نعم او لا عندي هذا الخط بالقلم الرصاص وهو الدائره C هل النقطه ان تقع على هذا الخط لا اذا هنا ماذا نقول هل النقطه ان تنتمي للدائره C؟ لا تنتمي نرسم هكذا لدينا الان المستقيم ال والمستقيم دلتا المستقيم ال والمستقيم دلتا المستقيم ال يعامد المستقيم دلتا ام ولدينا المستقيم ا بي. ام اين هو المستقيم ا عندي عند هذا هو المستقيم ا بي. النقطه ام تقع على المستقيم ا ب اذا ام نقول تنتمي للمستقيم أ ب ونرسم رمز هكذا إذا هذا فيما يخص التمرين الثالث الخاص بالهندسة نشوف الآن الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية الآن اقامت عائله فرحا فاشترت اللوازم التاليه مناديل وكؤوس بلاستيكيه ب 2354.62 دينار جزائري وحلويات مختلفه ب الاف خمسه وعشرون دينار جزائري ومشروبات بثلاثه الاف وثمانمائه وسته وخمسون فاصلة دينار جزائري رقم واحد احسب تكلفة اللوازم التي اشترتها العائلة إذا علمت أن المكلف بالشراء كان لديه مبلغ ثمانية وعشرون دينار جزائري رقم اثنان فما هو المبلغ المتبقي له بعد شراء اللوازم؟ قبل إقامة الفرح تذكر المكلف بالشراء أن يشتري أنابيب لشرب المشروبات الغازية فاشترى 95 أنبوبا بسعر 3.5 دينار جزائري للأنبوب الواحد السؤال الثالث والأخير هل المبلغ أو هل يكفي المبلغ الذي بحوزته لشراء هاته الأنابيب بين ذلك حسابيا هنا اشترى هل هذا المبلغ المتبقي كان كافي أم لا ونبين ذلك حسابيا أو أضاف مبلغ آخر واشترى الأنابيب، إذا سنجيب عن الأسئلة تابعوا معي. إذا الآن سنقوم بحساب تكلفة اللوازم التي اشترتها العائلة، قال لنا اشترت مناديل وكؤوس بلاستيكية بهذا المبلغ. وأيضا أضافت واشترت أيضا وحلويات مختلفة ومشروبات تكلفة اللوازم يعني نبحث عن المبلغ الكلي نبحث عن المبلغ الكلي إذا هنا نبحث عن المبلغ الكلي سنقوم بجمع هذه الأعداد لدينا هنا قمت بكتابة العملية أولا أفقي، سنكتب العملية هنا عموديا أو سننجز هنا العملية عموديا كما تلاحظون لدينا أعداد عشرية، إذا أول خطوة سنقوم بها سأضع الفاصلة تحت الفاصلة، العدد الأول العدد الثاني العدد الثالث أو ما ننساوش وضع الفاصلة في الناتج هنا. إذا هكذا نكتب العدد الأول أربعة خمسة نبدأ بالجزء الصحيح ثلاثة عفوا ثلاثة اثنان ثم الجزء العشري العدد الثاني نبدأ بالجزء الصحيح إذا في عملية الجمع مهم جدا الفاصلة تحت الفاصلة ثم الجزء العشري العدد الثالث نبدا بالجزء الصحيح ثم الجزء العشري خمسه عفوا اذا الان نجمع أحادي لدينا خمسه زائد خمسه زائد اثنان اثنى عشر نكتب اثنان ونضع الاحتفاظ هنا ستة زائد واحد زائد اثنان زائد ثلاثة لدينا عشرة احدى عشر اثنى عشر نواصل الحساب بنفس الطريقة اذا تكلفة شراء اللوازم لدينا خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانمائة عفوا وثمانمائة وستة وتسعون فاصلة اثنان وعشرون دينار جزائري إذا علمت أن المكلف بالشراء كان لديه مبلغ ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون خمسة وعشرون دينار جزائري، فما هو المبلغ المتبقى له بعد شراء اللوازم؟ من هذا المبلغ أخذ خمسة عشر ألف وستة وتسعون خمسة وعشرون، ما هو المبلغ المتبقى؟ سيبقى كم؟ يعني هنا يا أبطال سنقوم ب. الطرح ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون فاصلة خمسة وعشرون المبلغ الذي كان عنده ناقص تكلفة اللوازم مبلغ الذي قام بشراء تكلفة لوازم لدينا خمسة عشر ألف وثمانمائة وستة وتسعون فاصلة اثنان وعشرون لدينا عملية الطرح فعملية الطرح هنا ومدام عندي أعداد عشرية يهمني وضع الفاصلة تحت الفاصله هكذا، لدينا العدد الأول أقوم بكتابته ونكتب ما جاء في الجزء الصحيح أولاً، هكذا، ما جاء في الجزء العشري، العدد الثاني نكتب ما جاء في الجزء الصحيح أولاً، ثم ما جاء في الجزء العشري. نطرح الآن عادي خمسة ناقص اثنان ثلاثة اثنان ناقص اثنان صفر، نواصل بنفس الطريقة. إذا المبلغ المتبقي بعد شراء اللوازم وهو ثلاثة عشر ألف وتسعة وستون فاصلة صفر ثلاثة دينار جزائري. نواصل مع الجزء الأخير الآن قبل إقامة الحفل تذكر المكلف بالشراء. أن يشتري أنابيب لشرب المشروبات الغازية فاشترى هنا خمسة وتسعون أنبوب أنبوبا بسعر ثلاثة فاصلة خمسة دينار جزائري للأنبوب الواحد الآن هل يكفي المبلغ الذي بحوزتي لشراء هذه الأنابيب؟ هنا هذا المبلغ هل يكفي للشراء؟ أم أضاف مبلغ آخر؟ واشترى الأنابيب بين ذلك حسابيا هنا لازم علينا يا أبطال نبحث عن آه ثمن هذه الأنابيب كم؟ لدينا عدد الأنابيب خمسة وتسعون كل أنبوب بسعر ثلاثة فاصلة خمسة ثلاثة فاصلة خمسة يعني هنا ثلاثة فاصلة خمسة سيتكرر معنا على حسب عدد الأنابيب لإيجاد هنا السعر س نقوم بإنجاز العملية خمسة وتسعون في ثلاثة فاصلة خمسة وضعت العملية أفقيا عموديا أيضا لدينا ضرب عدد طبيعي في عدد عشري اولا هنا الفاصله ما تهمنيش تحت الفاصله في عمليه الضرب اذا اقوم باخفاء الفاصله ونكتب الاعداد كاننا سنقوم بانجاز خم... ضرب خمسه وتسعون في خمسه وثلاثون نكتب عادي هكذا خمسه وتسعون في خمسه وثلاثون لدينا عمليه ضرب وبعد ذلك رجع الفاصله ونحسب عادي والفاصلة نشوف معها مع النتيجة خلاص نهائية الآن قمت بضرب عادي لكن لم أضع الفاصلة هنا يا إيه أبطال نرجع للعدد اللي فيه الفاصلة نشوفوا كم من رقم على يمين الفاصلة لدينا رقم واحد فقط إذا في الناتج هنا أخذو رقم واحد من اليمين وأضع الفاصلة إذا ثلاثمائة واثنان وثلاثون فاصلة خمسة هنا لدينا ثمن الأنابيب ثمن الأنابيب ثلاثمائة واثنان وثلاثون فاصلة خمسة لدينا المبلغ المتبقي بعد شراء اللوازم ثلاثة عشر ألف وتسعة وستون فاصلة صفر ثلاثة دينار جزائري المبلغ الذي بحوزته يكفي نعم إذا لأن المبلغ الذي بحوزته يكفي لشراء هذه الأنابيب لأن ثلاثة عشر ألف وتسعة وستون فاصلة صفر ثلاثة المبلغ الذي بحوزته أكبر من ثمن الأنابيب اللي هو ثلاثمائة واثنان وثلاثون فاصلة خمسة إذا هذا فيما يخص اختبار الفصل الأول مادة الرياضيات السنه الاولى متوسط اذا دمتم سالمين وفي رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته